سلام، صباح الخير. مرحبا، صباح الخير، صباح النور. تبارك مع رمضان. اوه يا العالي، عرفتو؟ عرفتو كاين واحد البرد البنات راه ما يمكنش. شو الشجر كيف داير؟ والله حتى غادي نسكت بينا وغنقول حتى كلمه الموت. ضربوا لي على الشيره البرد كيف داير. شو كاين واحد البرد كيطير وكاين العجاج راه ما يمكنش. رانا قبيله كنسمع، شوفوا لي الشجر كيف داير. بغيت كنسمع واحد الصوت ديال البرد، كاين العجاج والبرد. يا ربي تصب الشتا، شوفوا الدنيا كيف دايره. شفتوا داك الخبيط ديال البرد في لاكور كيفاش كيتسمع؟ سمعت الخبيط ومرة ما عرفتش الطيب، مرة الكوكوت راه تنسمع فيها تتصفر. شفت داك الشيء يمكن واش كتصايف الحريرة؟ شفتو خالكم فاطمة؟ دخلت وسط هاد الشيء ما بقيت خرجت. كويدات احنا خرجنا، خرجنا حتى وصلت الستة. ياك قريبة الستة اختي. زايدة عندك ساعة وزايدة عندك 10 دقائق. ايوا المهم نديرو حنا 6 لا روب كاع بحال داكشي. قرب الفطور ما بقى والو، لقيت ما كاين الحليب ما كاين حتى شي حاجة. ايوا خرجت نتغداها. اش ما كتصاوب شي حاجة؟ راه مصاوبش بيت الحريرة غادي زي الكوزين. داكشي علاش ما هبطتش انايا، هبطت لتحت باش نخلي على خاطر باش ما نقول لها حتى شي كلمة. قالت لك بغات المسمن، منين غندوزو لها المسمن؟ مال البنات باغا المسمن. غادي نمشيو نجيبو دابا المسمن. شفتين كيقراو معايا لا خارج المسويه ونشوف ليها. الا لقيت ليها الجبن جبت ليها دانون، جبت ليها داكشي اللي كتبغي. نورها راه باقي عندها الحلوه، باقي المهم لحد البارح ولا لا؟ انتي ما قليتيش شي وحدين ياك؟ خليتي ما خليتهم تقليهم اليوم واخا تاكلوهم. هي صافي نطيب عليهم باش ما نقصهم. والله عرفتي حنا جايين دابا في العجاج والباب كيتخبط، كنكونوا طالعين الفوق تحسب لنا واش المهم مخليه الباب لتحت محلول. حنا مشينا تقدينا وجينا اختي ومطاتنا. جيت لك مسمن. جيت لك مسمن. كاين مسمن انا هو اللي دايره معاك. قلت لي بغيتي مسمن قبيله. اش قلتي لي هذا سميتو؟ ورا ديك باش نبقى نمشي عند بنادم نمشي عند هذا ونمشي عند هذا، انا ما عنديش الخاطر الشراء راسي ما عنديش لي الخاطر باش نبقى مندور من جهه لجهه. راه الغالب الله وهذا الشيء ولي الدنيا. وي خاصها تفهم بالله، راه انا راه مريضه راه فيا شي افيه. ما ما تاكلوش؟ ناكلو ولكن ناكلو. انا ما غناكلش نتوما مالكم؟ انا جبت لك راه دانون، جبت لك ستي، جبت لك المسمن. جبت انا نزلت لكم ديال اليوم ما ينغدى من درتيها عند السعديه. لا والدريات بناتي باغيين يديروا ماني بات كاع ما باغيينش. شوف هذاك الشيء ديال دابا راسهم كل اللي بغى شي حاجه يديرها يديرها، اللي بغى شي حاجه يديرها يديرها. هذاك الشيء وين بغاو ياكلوا؟ الشيء المسمن. خلي راسك مزيانه معاهم. خلي راسك مزيانه معاهم. شنو هي؟ هو مشي ياكلوا المسمن يا تي. دابا داك شوف تي دابا داكشي اللي كتبغي تي راه ماشي هو اللي تيبغيو. نورها راه تتبغي، نورها انت تبغي في الايام العاديه ماشي رمضان. رمضان راه تتبغي داكشي الاخر، راه تتصوم، راه خاصها تاكل داكشي. بارك على الصيام اختي، راه صامت سوق هذاك. انا ما تتشاور معايا ما لا صامت راه صامت الراسه. جلست راه جلست الراسه. انا ما السلام عليكم ابنيتي.
السلام عليكم أوليدي، لاباس بخير؟ يا صباح تقول لينا وحنا تنشمعوا. وانت ماذا تقولي شمو؟ انت ماذا تقولي شلا عمي لعيدي؟ نتبقى على عيسى، بغيت نبقى وحق الله العظيم البنات ما كرهت نبقى على عيسى ما نموت الحريرة. ديال البنانة والهلي خطي علينا الوالدين والهلي خطي علينا الوالدين الأميرية. إيوا تا الوالدين اللي خطي من الأولاد. قلت لك الهلي خطي علينا الوالدين. ما قلت لك الوالدين والأولاد. لما كنتيش لما كنتي لما كانوا لك والديك تا حاجة ما كاينة. راه داكشي اللي قلنا لأميرية فهمتي من مقلوب. المهم هذا البنات ستي شويه كان هذا هو الشكل ديالها. كان صراحه هاد السوبر هادي زوينه. حيدوها وداروا وحده ديال الكرتون اسمي خسروش على الكرتون خلي البلاستيك اللي عليه. ديري مسكين واحد سكوت بحال بحال هادوك لي بوتس اختين ورهين طالع شفتو بلا بيا تكلي ماما حقاش تكتي تديري في القصيصه تقطعها لي تقطعها لك ما تندميش اسقط عليا وقصي صافي البنات ماما تقطع القصه لا خليها راه كانت قبيله كدير فيها لا 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 بلا دمي خليها مقطع شعري باش تحس ليا النفسية بالحق تنجرف نور هادي الاول صورة الشيشة سيري تلمور الفطور سيري تلمور نور الفطور ونقطعو النور هاد وين نقطعو لك شعرك بان ليا بلان فيك نور هاد باش نبدل النفسية ديالي نقطع لك انت شعرك يلا اختي سيري كويت اجي اجي انت اللي غادي تفاجئ عليا شفتوا البنات والله العظيم تبقى جالسه اجي كويت اجي اي اي تقلي عليا شنو تقلي عليا تمشط عليا شحال واش تقطعتي قصتك قالت لي خلي حتى العطله ديال 3 شهور باش ما ندمش شهرين وقالت لي باش تيلا ندم نكون في الدار عرفتو عرفتي يطلع لي بزاف هاد المرات فاش كطيح البقرة تيكترو الجناوة ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله والشكر لله نقطع انا شعري حداش نقطع منه من التحت نقطع تم قصه حينت هنايا نقطع معاك نديرو ماتشي ماتشي لا ويلي هاي واش بغيتي نصدق فيا القشره بغيتي نصدق لا نفسيه لا الشعر لا ها تقطعي حد لهنا عادي ريتي ديري وانا غادي نوري لك واش طيب قطعوك انا لا لا قطي صغيري ما مسخياش تتبغيش تدوقينا كيفاش ضربتي ثلاثه ضربتي ثلاثه البيبوات خليتي اختك جوج
الصغيرة حتى عينيك كبيرة. ودوري هكا لا لا بغيت نحس بالتعنيك. قطعك حد لهنا؟ لا تعنيك كبيرة تعنيك هادي والله العظيم. البيسات هادو هما اللي تيصبروني بعد المرات وليداتنا والله العظيم حنا تنكونو محتاجين باش تقطع عليك الدنيا كاملة. حتى تلقاي وليداتك حشتي هنا يا اختي. الله يا ربي بلاتي بلاتي اختي بلاتي قطعك هاي تزكى قاعد ديري يا الفرقه هكا ياك واش عرفتي شحال هذه ما مشطمه على واش نجمعوا حداش واش نقطع لك دكرادي نقطع لك بوي شرش علي كاع حيت الفخصه ديك الصباغه تحيد منه بلاتي بلاتي هاد القديمه شعرك غير صحي فراسي قالت لي ثاني هذا قالت لي شعر نسي يا بنتي راك ما حامله ما والده ما مريضه ما عرفتي انا راه حتى القواط اختهم هي راسي انا قطع لك انا عارف لا لا زكاي ما حد لا لا اختي فوق دايره ليا شي عطيني شعرك وناخذ ونحتفظ به نزيدو في قصتي ها تحبي تقطعي شوي حد لهنا لا رالي بوي تحس ايه وما عرفتي هاد الشعر يبقى ولا ما يبقاش ولا حنا عسل عندي خلطه سحريه عندي عندي خلطه سحريه بغيتها دير الشعر خلطة فكاع انواع الروائح الروائح ديالك الزيوت الماء كلشي تندير لشعري لا دابا هاد هاد القصه هادي خاصني نقطع هاد لنا ها هي راه اصلا راه طوالت شتي باش نشوفك دركي لا شاف عبد القادر لا حبيبه الفيديو موتوا ليا بالضحك دابا انا غا تنتلاها فهادشي تنمشي عند حبيبه تقادو ليا واش تقصك ياك صافي راه وقت فرقت عليك تي فرقتي عليا دابا غتقطعي عفكيك في المغي نقطع انا ياه يلا ها سيدي هادي راه تطول في ساعة عندك تقطعي لي هاي والله واش بدي تموت الوغي قط عندك شي وصفة باش يقوى لي شعري ديالك وتانا ضربني حي حي ضربني الله اللي معين عليك وات عقلي عليها شي نهار نبغي نقطع لك شعري نحبه لك ونخلي لك عقل شو الضحكي دابا والله لا تضحكي يا صاحبتي دابا قلع وجهك قلع قلع وجهك تنصف شوف 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 نصلح لك الكوافير ياك والله يا حنينتي ومنين شكون كتب عليك هاد الكذبه شكون عندك ها
حتى حبيبه اختي الا شفتي هذا الفيديو راه حنا عا بغينا نضحكوا واحد شويه ولا نبدلوا النفسيه ديالنا حتى نجي عندك وقاد ليا ندير معاك ندير معاك انا ندير معاك اشنو لا لا سير غتندمي غتندمي لا شويه لا لا نور شوفي سير اختي من بعد لا والله يسندير مع ماما تعاون خير انا راه حين زهنا باش ما يبقى خفيف مشي ورينا دوس شعرك لا خصني لا ما زال دابا نقطع منه حين دابا مع هذاك ولا طويل لا حين انا راه مولفه هكا القصه البنات قصيره دابا ولا ولات القصه هكا طويله وانا اصلا ما بقيت لا مهزه ما براسي لا والو لا وكاين ندير لك الخلطه نجيب لك اش هي اش عندك غنشوف تتفلى عندي انا الزيت شوف لا لا نشوف ياك ما دايره الريحه لا 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 ورا والله مكتي نوض فيك الشيب سير لا ماشي ديال الشعر هذاك الشيء سير لا مخلطه فيه لا والله حتى مخلطه فيها الريحه وسير مكتي نوض فيك الشيب وعاد تحشمي والله لا مانيش نبغي حتى فراسكم البنات البنات اللي كيديروا الخلطات اللي كيديروا المهم طلعت لي واحد اللعيبه في التيك توك عرفتي كلشي بنادم كلشي بنادم مطليبيها كلشي تيقول لك حقه مزيان حقه مزيان مازال ما جربتهاش واحد القضيه البنات اللي كيديروا الخلطات ديال الشعر اللي كيستعملوا الزيوت زعما كاين الشعر وكيديروا فيهم الاعشاب الطبيعيه حذاري ثم حذاري ثم حذاري الازير ديروا الازير راه كينوض الشيب انا ما كانش في راسي والله العظيم ما كانش في راسي ويلا لقيتو لقيت كلشي كيهضر عليها ولقيت شي بنات فعلا نيت كيوريو الشيب طردق ليهم بزاف بسبب ازير ما عرفتش المهم تتقلبوا على هذه المعلومه وتشوفوا البنات اللي كيديروا الوصفات الطبيعيه وكيديروا الخلطات لشعرهم كيستعملوا فيهم ازير حذاري ثم حذاري لقيت بزاف ديال البنات اللي كيبينوا فعلا نيت شعرهم انه نايض فيه الشيب انا خاصني الا مشيت عند العطار نجيب السدر شنو السدر تيدار للشعر بحال شكل الحنة زوين ونجمع لك شعرك لابس فرنجة ولا عادي عاد جمع شوشة ديري لي كرينات ندير كرينات لا ويلي شنو ديال الفرنجة قام ما تقدريش ها سير صافي دابا خاصني ندير ليها سميتو عندك بانديك صح وها عندي برافو نار هاي الحادكة واحد الجو ديال الشتا برا زويون بزاف البنات شكرا الله يحفظك ليا زيدين بويته اخرى بوسي نتي الله يحفظك ليا البويته ديالي ونتي امتى قطع لك شعرك حتى العطله درتي نشوف لك راه شويه مابقاش كيطيح ليك ديك الايامات علاش قطعتو لك حيت كان تيطيح لك ودابا راه حتى تيطوال لك شويه ياك يلا سيري حبيبتي جمعي حوايجك اللي مستخيت هاي طلعتي السطل نشرتي سكتي يا حط داكشي حط شي اللوحه لا ما قلناهاش لك حطي سير هاي طلع الحوايج نشريهم وجبد لي حوايجك البرد لا ما كنتش كتنشري ما كتنشري ما في البيت ديال الزاج لا 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 انا وليت نصرف لا معاك بصح واش دايرين هذيك اللعيبه في البيت ديال الزاج لا عرفتي شحال ما طلعت للسطح يمكن
يمكن ملي يلاه مرات انا مطلعش من السطح شحال هادي وسيري لا تكون هذيك اللعيبه فتتصب على الشتا حيد هذه المنشير واش تتصب على الشتا لا لا يلا طلعي السطر المنشري وجيبي لي الطابليه ديالكم البيجامه اللي حطيتي داكشي واش نديرو ما يتصبنا سير بنيت الله يرضيك فينا صديقة صبحي على خير صبحي على خير داك لا دا تسحري لا ما رايدش انا ما صايمش غدا ما تصوميش ورا عرفت تنوض تسحر كي صايمه كيما صايمه شرب دم كامل يلا سير لا ما صايمش غدا مزيان صبحي ناعسه مع راساتك يلا كويتات ديالنا عرفتو البنات ناري كاينه الشتا كتصوب دابا شحال الساعه دابا راه 11 وتولوت النويضه خرجات من السوايع انا حين ديتها قبيله السوايع حطيتها صافي قلت لها واش غادي نجي نجي وقالت لي لا بلاش ماما ايوا صافي فاماني الله قالت دابا حتى كتصوني عليا ماما راه الشتا كتصب قلت لها واش نجي نجيبك هي تقول لي بلاتي نشوف راه صافي راه واقيله راه صحات انا غادي نزيد على رجلي غنجي على رجلي ايوا جلست شويه ما كاملاش جوج دقائق حتى كتعاود السيده ثاني كتصوني عليا ماما راه حصلتني ثاني ايوا صافي قلت لها تسنينا غادي نجي باش نجيبك ندوز ليها من الجهه الاخرى فينا هي ندوز لها من الجهه الاخرى خاصني دابا نضرب الروبو وعاد ندوز لعندها شتي وغزاله عرفتو هاد الجو البنات والله العلي العظيم الا كيحمقني انايا هاد الجو جو غزال زويون تريح الاعصاب والنفس وانا بمثابه عندي الشتا فاش كتصب الشتا فاش كتصب وجناب البحر فاش كنجلس بالحق في العشيه ماشي بالنهار والله العلي العظيم الى بمثابه جلسه مع الطبيب النفساني قسما بالله شخصي طاحت عندي التليفون ثقيل تيتقل لي على داك ديال الكاميرا تنكون هضره هضر ثم كنحس بالتليفون امتى تقلب شوفي بانت لي نويضه قويله واقفه هي حدا القهوة طلقنا هي لالا نويدة شوية عليك هيا سلام خاوية يلا خويتي مشيو للدار انا باقا ما درت والو العشاء